السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم أحبائي. نستكمل اليوم ما بدأناه سابقا من درسنا، درس القواعد، الفعل المجرد والفعل المزيد. نستذكر القاعدة مجددا أن الفعل المجرد نوعان: فعل ثلاثي وفعل رباعي. الفعل الثلاثي المجرد هو الفعل الذي يتكون من ثلاثة أحرف أصلية مثل حسب، والفعل الرباعي المجرد هو الذي يتكون من أربعة أحرف أصلية مثل رفرف. قلنا أن الفعل المجرد الثلاثي يأتي على ثلاثة أوزان هي فعل مثل كتب، فعل مثل غرق، وفعل مثل ضعف. وقلنا أن الفعل الرباعي المجرد يأتي على وزن واحد وهو فعلل، مثال ذلك زخرف. الفعل الثلاثي نزيد عليه حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف، فيكون على عدة أوزان منها: أفعل مثال عليها أكرم، فاعل مثال عليها شارك، وتفاعل مثال عليها تبادل، وأيضا استفعل مثل استرجع. سؤالنا التالي نريد معنا طبعا مجموعة من الأفعال: فهم، كمل، وقبل. نريد أن نجعل هذه الأفعال مزيدة على الأوزان المقابلة لها. طبعا الوزن الأول هو أفعل، ثم فاعل، ثم تفاعل، ثم استفعل. بداية، بما أن أحرف الزيادة وفق ما هو طبعا نتقيد بالوزن الذي لدينا، مثلا فهم على وزن أفعل تصبح أفهم، على وزن فاعل تصبح فاهم، على وزن تفاعل تصبح تفاهم، وعلى وزن استفعل تصبح استفهم. طبعا عندما نغير وزن الفعل فإن لكل وزن ولكل حرف من حروف الزيادة معنى مختلفا عن الآخر. يعني هنا أفهم في معناها تختلف عن فاهم، وكلاهما تختلفان عن تفاهم، وكلاهم تختلف عن استفهم. الآن كمل، على وزن أفعل تصبح أكمل، على وزن فاعل تصبح كامل، تفاعل تكامل، استفعل استكمل. قبل، على وزن أفعل أقبل، على وزن فاعل قابل، على وزن تفاعل تقابل، على وزن استفعل استقبل. سؤالنا التالي، طبعا لدينا مجموعة أو نريد أن نذكر وزن الأفعال المزيدة المصنفة ضمن هذا الجدول، ثم نجردها من أحرف الزيادة ونعدد هذه الأحرف. لدينا مثال: أولا الفعل تخادع وزنه تفاعل، المجرد منه خدع، وعدد أحرف الزيادة حرفان وهما التاء والألف. أدمج وزنه أفعل، المجرد منه دمج، وعدد أحرف الزيادة حرف واحد وهو الهمزة في بدايته. رحل وزنها فعل، المجرد منه رحل، وعدد أحرف الزيادة حرف واحد. استرسل على وزن استفعل، المجرد منه رسل، وثلاثة أحرف هي أحرف الزيادة الألف والسين والتاء. استطلع مثل استرسل، على وزن استفعل طلع، وعدد أحرف الزيادة ثلاثة أحرف وهي الألف والسين والتاء. علم مثل رحل، على وزن فعل، والمجرد منها علم، عدد أحرف الزيادة حرف واحد وهو التضعيف. طبعا ذكرنا مسبقا أن التضعيف هو حرف من حروف الزيادة. أمعن على وزن أفعل مثل أدمج، المجرد منه معنى، وعدد أحرف الزيادة حرف واحد وهو الهمزة في أوله. الآن معنى هذه الأفعال أيضا نريد أن نصنفها في الجدول التالي حسب وزنها. معنى الأوزان: فعل، أفعل، فاعل، تفعل، تفاعل، انفعل، افتعل، افعل، واستفعل. سلم لا بد أنها على وزن فعل، استدرك على وزن استفعل، اجتمع على وزن افتعل، تناثر على وزن تفاعل، أنزل على وزن أفعل، لازم على وزن فاعل، تدخل على وزن تفعل، وانقطع على وزن انفعل، واحمر على وزن افعل. الآن نريد من الفعل عمل ثلاثة أفعال مزيدة، ونضع كل فعل من هذه الأفعال المزيدة في جملة من إنشائنا.
طبعا قلنا أن أحرف الزيادة تعطي الفعل معنى مختلفا حسب الحرف. الآن إذا قلنا مثلا فعل عمل هو فعل مجرد، إذا زدنا عليه حرف واحد مثل عامل أو أعمل، نلاحظ أنه هنا اختلف معناه بين عامل وبين عامل وبين أعمل. أيضا استعمل أيضا اختلف المعنى هنا مجددا. إذا هذه الأفعال المزيدة أعمل وعامل واستعمل. أترك لكم فرصة وضع هذه الأفعال في جمل مفيدة من إنشائكم، وهذا واجبنا اليوم، سأصحح لكم عندما أراكم في الصف. أشكر لكم متابعتكم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله تعالى وبركاته.